رجعنا لحضراتكم مره تانيه بعد الاستراحه. بصوا العجينه بقت كده اهي، شايفين؟ اللي عايز يسقعها في التلاجه ومثلا ياجل خبزها شويه ماشي، اللي عايز يخبزها على طول كويس، بس خلوا بالكم اي عجائن خاصه بالبسكوتات غريبه. وصفات بتاعتنا احنا نبعد بس المسافات عشان هو بيفرش شويه. احلى حاجه فيها سابلي تارت انه يسقع، انها تسقع. لما بتسقع الدنيا بتبقى اجمل، بتدي نتيجه احلى. خلاص الكوكيز ده خلاص. نقفل اهو ونبدا نشتغل. الله، تسلم ايديكوا، تسلموا حبايبي، ريحته روعه. نبعد بس كده. اللي عايز يعمله كبير قوي ماشي، يعني براحتكم طبعا، بس يعني الولاد انا شايفه انه الصغير ده هيبقى فطير زي ما ندى بتقول، فعلا هيبقى كويس، يعني الحجم ده مناسب، ممكن نعمل منه صغير. بيقولوا مناسب لولاد الاطفال، ايوه مش مناسب ليكوا انتوا، انتوا كبار، انتوا كبار تاخدوا كبير ماشي. خلاص فهمت، حاضر. نعمل كده صاج تاني، هنرص بقى الحاجات الحلوه دي. عايزه اقول لكم بقى نحط الشوكليت شيبس كمان على الوش، يا سلام طعمها بيبقى يجنن على فكره، مع الفاتح كمان بتبقى حلوه الشوكليت شيبس دي، تحسوا كده قطع شوكولاته بس ما بتبقى كبيره زي اللي وريتها لحضراتكم، بتبقى كبيره تبقى روعه. بصوا حجمها حلو، احجام روعه. عايزين نحط شويه، هنحط اللي انتوا عايزينه كله. طيب حاضر كده، والشوكليت شيبس، يا سلام. وهي فيها خلوا بالكوا جواها، يعني احنا حاطين نسبه جواها، فهم هيفتحوا كده يحسوا ان الموضوع لا بجد حلو. شايفين ازاي؟ يا نهار ابيض، حلو الكلام ده، يا نهار شوكولاته خالص. كده يا خبر، دول بقى اخر واحدتين، بما ان كل طمعان في الشوكولاته صح؟ ايه الادب والاخلاق دي؟ محدش بيقول حاجه يعني. بقول مين اللي طمعان في الشوكولاته؟ المهم مين اللي هيلحق؟ لا هتلحقوا كلكم ما تخافوش. طبعا دي اول واحده حبيبتي. حاضر بس كده، هعملها واحده كلبوزه بقى عشان خاطر ديانا، كلبوزه دي عشان خاطر ديانا حضرتك. ليديز فيرست يا فندم. يا فندم الكلبزه دي مش بالساهل حضرتك، دي مصاريف واكل وشرب وبروتين وحاجات كده يا فندم. يعني اللي بيتخن ده برضو على فكره بيدفع فلوس كتير، يقعد يدفع فلوس تاني عشان يخس بقى، مكلف يعني. اهو كلبزنا واحده كمان، تسلموا حبايبي. اهم حاجه الاولاد يتبسطوا، دي احلى حاجه في الدنيا صح؟ بس كله يهون. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل بقى الكوكيز القمر ده الفرن. هنحط واحده هنا بسم الله، وواحده هنا تحت على الصاج تحت، ونخلي بالنا من اللي تحت دي عشان ايه ما تلسعش مننا، اهم حاجه. هنسيبهم برضو ل 10 دقايق، ما بياخدش اكتر من كده، لان احنا بنسيبه بعد ما بيطلع بنحطه ويفضل الصاج سخن وهو مكمل، فعشان ما ينشفش يبقى برضو في ترو. بصوا كده، بصوا بقى، الله، اول ما بيبرد شايفين، اول ما بيبرد بنعرف نشيله ازاي، روعه. طيب هنبدا في ايه دلوقتي حبايب؟ يلا بينا. هنبدا نقول مقادير البرازق، وناخد كده المقادير هناك. قولوا لي بقى، يلا نزلوها على الشاشه. عندنا 4 كوبايات من الدقيق،
عندنا كوبايه من الزبده او السمن زي ما انتم عايزين، عندنا كوبايه سكر بودره، نص كوبايه من اللبن الباودر، نص كوبايه من الزيت، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه صغيره فانيليا، وميه حسب الحاجه، ورشه ملح. بصوا بقى، عندنا سمسم وعندنا فستق. السمسم ده للوش البرازق. انا قبل كده عملتها بس حضرتك تقدروا تشوفوا الفيديو في اي وقت على الطريقه الحقيقيه المظبوطه جدا. النهارده هعملها بطريقه تبقى جميله برضو ولكن سريعه. عايزه اقول لكم هي من طقوس اهل القدس في خصوصا في شهر رمضان الكريم. طيب هنبدا بقى اول حاجه كده الدقيق. بصوا بقى، هاخد كده العجان حالا واجيب بس الاول دي. بصوا هعملها الاول كده بايدي، هاخد كميه الدقيق دي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهاخد رشه الملح، وعندي كمية الزبدة، ولو احتجت ممكن اعمل بالسمنة عادي جدا. كده يعني الاول وممكن نحط كمان خلال بس الطعم الدقيق يبقى حلو. عارفين اللي هو ايه، بندخل جواه الايه السمن كده. شايفين؟ الله، شايفين الريحة روعة، ريحة السمن بس مع الدقيق ممتازة. تعالوا بقى ننزل شوية سكر بودرة. هعمل كل المكونات دي مع نص كوباية واحدة بس، نص كوباية يعني 3 معالق بس تقريبا من اللبن البودرة. بصوا بس، وهنقلب الخليط ده. يا حبايبي كده، هاخد بقى الخليط الجميل ده، هروح هناك عند العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحتاج بقى ايه العجان الكف. بسم الله، هنركب الكف ده للعجن. ايوه بسم الله. هناخد بقى الخليط الجاف ده اللي حضراتكم شفتونا خلطنا بيه الماده الدهنيه مع الدقيق، وضفنا عليه السكر البودره، وضفنا عليه 3 معالق كبار سكر لبن بودره كمان اهو. هناخد بقى كميه الزيت، نص كوبايه الزيت اللي اتفقنا عليها عشان تدي القرمشه، ما يبقاش ان الكميه كلها زبده او الكميه كلها سمنه، يبقى في زيت يخليه كريسبي. تعالوا بقى نخلط كده شوية. بسم الله، أيوة السيرب ده عشان الوش يا ولاد. ها حلو قوي الكلام ده، ما هو ده عشان الوش. عندنا سيرب خفيف، شربات خفيف او قطر خفيف، بدهن بيه الوش عشان انزله في السمسم، وانزل الظهر في شويه فستق زي ده حلوين عندي كده، بس احنا هنحتاج نكسر دول شويه، فانا هديهم لمحمد. خد يا محمد كسر لنا دول مجروش خالص. حط معلقه فانيليا، و هنضيف بعد كده مع بعض البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. بص على الكوكيز بتاعنا، بصوا كده، بصوا الكوكيز. السيرب ده ممكن يبقى عسل لو ما عندكوش،
بصوا فرشت، هتفرش تاني دي اللي تحت على راحتكم خالص اهو. وايه، واديله وقته، بس اديله وقته. الشوكولاته اللي جوه دي طبعا بتسيح، بتدي كده طعم جميل، بس لسه قدامه شويه. ظابطين النار احنا 180. هنبدا بقى بعد ما دوبنا كل الماده الدهنيه مع كميه اللبن البودره مع كميه السكر البودره مع البيكنج باودر مع الفانيليا، وقلبنا كله. هنجيب بقى ميه دافيه ممكن ادفيها شويه. بصوا كده، وهزود عليها ميه فاتره. نعمل بس ميكس كده للعجين ونقلبه، معلش كده من ايه، نبقى قلبنا اللي في الجناب نزلوا كويس واختلطوا حلو مع بقيه المكونات. ايوه كده، شايفين؟ عشان نقلب اللي من تحت ومن فوق. هنحط شويه شويه شويه. بسم الله. بصوا بقى، نعجن العجينه كويس اهي، شايفين العجينه دي بقى لازم تسقع كمان شويه. شايفين العجينه جميله ازاي؟ بسم الله، ريحتها روعه. تعالوا بقى، يفضل نسقعها نص ساعه، يفضل زي الغريبه. خلاص تعالوا بقى ناخد كده العجينه الحلوه دي، هنزلها هنا اهو. شايفين كمية حلوة؟ طلع كمية حلوة جدا. وي طبعا هستخدم ورق الخبز برضو على نفس الصاج. الفستق اكيد اتعمل وجالي الحمد لله. هعمل كده حلو الكلام. بصوا العجينة اهي، شايفين ازاي؟ بصوا بقى، طبعا بعد ما تسقع العجينه اوكي كده، انا هريح حضرتك فورا. فكروني بس باللي في الفرن اذا تكرمتوا انا لسه بقول لكم دلوقتي يا نودي عشان تفكروني بعد شويه طيب بصوا بقى، هناخد كده البرازق بقى احجام، في منها صغنن او وسط يعني زي دي كده، او كبيره زي ما احنا عاملين. بصوا بقى، هجيب بس الفستق، هاخد دي الاول، دي الظهر، دي الظهر، وادي السمسم، واروح متكه كده. لا كده اهي، ماشي الكلام؟ ها سمسم ده ولا مش سمسم؟ طيب بصوا بقى، طبعا ممكن ندهن ده او يعني نعمل حل تاني، ان احنا اقول لحضراتكم دي بتبقى كده، وهعمل كده وبفرشه ده يعني لو عشان يلزق السمسم، بس هو لزق الحمد لله. طيب خلينا نشوف كده ايه، فرشه لطيفه او ممكن بالمعلقه كده اهو، همسح بس كده عشان السمسم يلزق عليها اهي. ده برضو
اه طبعا بتبقى ارفع خالص اهي. طيب هناخد كده واحده كمان نكمل بقى الصاج القمر بتاعنا ده بالشكل اللي وريته لحضراتكم. الظهر بيبقى فيه الفستق بقلبه هنا وبعمل كده شايفين اهي، وانا بقى هخلص دول مع حضراتكم كده واسمحوا لنا بقى نطلع بريك ونرجع نستكمل الوحدات البرازق القمر اللي احنا بنعملها دي ونطلع الكوكيز بتاعنا. هوري لحضراتكم اخر حاجه قبل ما اطلعه اهو، خلاص لازم يطلع اهو. اوكي وادي اللي في الفرن، يلا بينا نستسمحكم في استراحه ونرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم.